سيد فيصل محمد صالح. حكومة عبد الله حمدوك تؤدي القسم أمام المجلس السيادي. ضمن هذه الحكومة أربع نساء بينهن وزيرة للخارجية كأهم ما يميز التشكيلة بعدما خلت حكومات متعاقبة من هذا العدد لسنوات طويلة. الحكومة التي طال انتظارها لم تكتمل قائمتها بعد، حيث تتبقى حقيبة الثروة الحيوانية وحقيبة البنى التحتية والنقل شاغرتين حتى اكتمال المشاورات بين رئيس الحكومة وقوى الحرية والتغيير. نسترشد بإعلان الحرية والتغيير بالاتفاق السياسي وبالوثيقة الدستورية. هذه هي الدليل الهادي لمسيرتنا، بالإضافة إلى برامج تفصيلية سيعمل عليها كل وزير في اختصاصه، ترفع إلى مجلس الوزراء لتكون هي الخطة الوطنية. الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات صعبة، في مقدمتها إنهاء الحرب وإعادة السلام كنقطة انطلاق للفترة الانتقالية، إلى جانب التحدي الاقتصادي لبلد يعاني كثيرا من وطأة العجز المالي وارتفاع معدلات التضخم وملفات أخرى لها من متطلبات الثورة نصيب. الشعب السوداني الآن حر سياسيا ووجدانيا، ولكنه مقهور اقتصاديا، فيجب يعني بذل كل الجهد لمعالجة هذه الأزمة بصورة إسعافية عاجلة، ريثما يتم التوفر على برامج اقتصادية من قبيل التثبيت الاقتصاد الكلي ومكافحة التضخم وتدهور أسعار الصرف وغيرها. وسيبدأ وزراء الحكومة الانتقالية وضع خطة عمل لكل وزارة على حدة لمناقشتها داخل المجلس وبداية تنفيذها. أخيرا ترى النور حكومة الفترة الانتقالية لتتوعدها ملفات هي الأصعب، إلى جانب هامش الصبر عند الشارع السوداني الذي ينتظر قطف ثمار التغيير. أحمد العربي، قناة الغد، الخرطوم.